يعني احنا شفنا الام اللي بتشيل ابنها حرفيا، وشفنا الست اللي بتتبرع لجوزها بجزء من جسمها حرفيا. فمعانا نماذج حقيقيه للحب، واحنا متفقين ان الحياه مشاركه دايما بين الزوج والزوجه. المشاركه دي دايما بتبقى مبنيه على قصص كتير جدا من الكفاح ومن التفاهم وايضا من النجاح. احنا ايضا يعني معانا قصه دلوقتي ابطلها مدام زينب عبد الله، هي اول سواقه للميني باص، واللي يمكن سبق وكرمها رئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال قبل كده. ومعانا ايضا زوجها الاستاذ هشام عبد اللطيف. قصه حب اتبنت على تفاهم واتبنت على الحب والمشاركه. يعني بنرحب بيهم دلوقتي، هم معانا عبر الهاتف. صباح الخير عليكم. صباح الخير استاذه زينب عبد الله وهشام عبد اللطيف. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. يعني خليني الاول بس اكلم استاذه زينب يا استاذ هشام واسالها، يعني اقول لها ان اي زوجه عايزه تشتغل يمكن شغلانه ماشيه يمكن معاها، انت اشتغلتي شغلانه يمكن صعبه شويه، اكيد في تحفظ من جوزك على الشغلانه دي او كان في تحفظ، بس اللي انا عرفته ان الاستاذ هشام كان بيشجعك جدا واقف معاكي طول الوقت. ازاي قدرتوا او ازاي انت وصلتوا للحته دي؟ يعني دايما الازواج يقول لك ايه، لا لا خليك انت قاعده في البيت مش عارفه ايه، او انت اشتغلي ايه، او ازاي هو شجعك كده وقف جنبك؟ اول طبعا صباح الخير عليكم. صباح الفل على كل اللي بيسمعونا، وكل سنه وحضراتكم كلكم طيبين وبخير يا رب. انتوا بصحه وسلامه وحضرتك. الله يخليك يا فندم. والله بصي، هو الفكره اصلا هشام من الناس الداعمه في حياتي، يعني هو كل حياتي اصلا، فهو بالعكس ده هو اللي كان مشجعني، وانا اصلا معايا بكالوريوس تجاره، وهو برضو اللي شجعني ان انا اخد البكالوريوس تجاره بعد ما جبت الثلاث اولاد. يعني هو مش بس في شغل بس، لا وكمان في تعليم كمان. فهو لا هو كان من الناس او هو الوحيد بيتهيألي اللي كان من الداعم ليا في المجال السواقه، في المجال ان انا اشتغل في شركات السياحه. أيوة. لان هي كانت الفكره دايما، هي الفكره ان الموضوع ده مش موجود، مش حاصل. يعني في ستات بتسوق وفي ستات معاها رخص مهنيه بس شغاله شغل مش في مجال السياحه، لكن الفكره ذات نفسها هو دايما فكره متطور وخارج الصندوق بصراحه. هو قال لي ايه رايك نعمل كذا؟ بالعكس انا كان بيجي لي ساعات احباط، ساعات يأس، لما بلاقي شركات بترفض او بتستثني الفكره علشان خاطر ان انا سيده يعني. فهو كان هو اللي كان دايما سبورت ليا وداعم ليا بطريقه كبيره جدا، بيقول لي لو طب خلاص نستنى شويه، طب ندور تاني. فهو بالعكس ده هو كان داعم ليا بشكل كبير يعني. وجبت ازاي الميني باص؟ خلينا يعني نخش في القصه اللي يمكن مصريين كتير جدا تابعوه. بالظبط. هي انا اصلا بسوق من زمان يعني، بس كانت عربيتنا ملاكي وانا بحب السواقه جدا جدا، ببقى في قمه سعادتي وانا سايقه. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي وانا قاعده في الباص. احنا ابتدينا الاول نقول الهاي اس، وكنا بننزل نتدرب على الهاي اس، وبعد كده يعني لما استبدلت الرخصه الثانيه، لا الرخصه الثانيه تسوق ميني باص، فكانت هي شويه خوف بالنسبه لي، بس هو برضه كان دايما يزن لا اطلبي ان انت تتدربي على الميني باص، اطلبي تتدربي على الميني باص. وفعلا الشركه عندي لما قلت لهم الفكره رحبوا جدا وساعدوني وساندوني فعلا جامد جدا. فابتديت بقى اتدرب على الميني باص. الفكره طبعا مش قادره اقول لك، يعني عامله ليا جمهور جامد في الشارع يعني هايله فعلا. استاذ هشام بقى عايز اسالك انت، يعني عدد ساعات يمكن ال 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 الحد اللي بيسوق على ميني باص بالذات لو شركات سياحه او غيره بيبقى عدد ساعات طويله، وانتوا عندكم ثلاث اولاد، فكرت في ايه؟ شجعتها ازاي؟ وقفت وراها ودعمتها ازاي؟ انا عايزاك النهارده انت بتحكي لنا قصتك، وفي نفس الوقت انت بتكلم اي زوج بيتفرج علينا النهارده يمكن مش عايز يدعم او ممانع او غيره لمراته، فاحكي لنا اكتر. والله هو باختصار انا مش هقدر اقول الا غير اي نجاح في الدنيا ليه تمن. حقيقي. صح. فلازم مش هكون مجامل وهقول لك لا الحياه سهله لا في صعوبات، بس هو اي نجاح محتاج صعوبات. فكل اللي حضرتك بتقولي عليه دوت، مثلا ثلاث اولاد وبيت واسره، ومثلا الزوجه مثلا او الام عموما او الانسانه اللي بتدير البيت ما تبقاش موجوده، لا يحصل خلل. بس تقدري تقولي ايه لما تشوف حضرتك نجاح وبتبقي عايزاه،
لا كل الحاجات دي بتبقى ايه التعب المقبول، التعب عشان في نجاح. بالاضافه كمان مثلا ابسط حاجه مثلا ولادها منبهرين بيها، فده نجاح في حد ذاته حقيقي طبعا. من المنطلق دوت لا التعب مقبول، مش هقول ما فيش تعب، في تعب بس تعب مقبول. ده حقيقي جدا. والحمد لله يعني لا يعني في تفاهم، لا في تفاهم الحمد لله رب العالمين. انا حاسه ان انت اصلا عندك ملكه كده انك صوتك مشجع، يعني حاسه طريقه كلامك نفسها بتشجع. فانتوا بتتكلموا مع بعض في البيت ازاي؟ يعني طريقتكم ازاي مع بعض؟ حاسه ان انتوا الاثنين ما شاء الله عندكم كده حماس باور كده يعني حلو. على قد ما في حماس كتير ممكن حضرتك مثلا تلاقي ايه المحيطين بيكي، في مثلا يعني حماتي واخواتها في خوف عليها من ان هي تحتك بالشارع وتصطدم مثلا بمهنه مثلا مش متداوله. هي دي كانت يعني كان محك كبير قوي ان مثلا ايه في حد خايف وفي حد مش خايف. هو الموضوع يعني خد صعوبه في البدايه، بس حتى اسرتها كل لما يلاقوا نجاح كل لما يلاقوا نجاح عارفه اللي حضرتك مثلا ايه لا دول بينجحوا، ففي تشجيع، ما بقاش مثلا في رفض من الكل، لا بقى في تشجيع. ودايما هقول لاي حد اللي عايز ينجح يعرف ان النجاح ليه ثمن، فعايز تشوف ده لازم تشوف ده معاه وتتقبل الاثنين. صحيح. طب استاذ هشام يمكن في كلمه سر في القصه دي، في ظل ناس كتير جدا بتقول بلوك 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 وبتدعو للطلاق وبتدعو للتنافر وليس التفاهم، وفي ظل نموذج بيقول لا احنا الايد على الايد رحمه، كلمه السر في يعني في نجاح الزواج ده ايه؟ ان كل واحد يعني الزوج او الزوجه ما حدش ليه افضليه على التاني، شركه الاثنين متشاركين فيها هتنجح بيهم او هتفشل بيهم. وهي الست برضه تقول كده يا مدام زينب، واحده غيرك تقول انا مالي يعني انا اقعد في بيتي والموضوع كله يجي لغايه عندي، انا ما شاركش جوزي واشتغل في مهنه زي كده ليه؟ تقولي ايه للبنات اللي بتتجوز النهارده؟ لما باجي افتح بيت واعمل الشركه الصغننه دي بيبقى فيه لما بيجي يكتبوا الكتاب بيقولوا فيه موده ورحمه. بالظبط يعني كده. احنا يعني ده ابو اولادي وحبيبي وشريك عمري، وفي ايام حلوه كتير معاه ما اقدرش ان انا اتجاهل دوت. في ايام بتيجي صعبه وبيبقى فيه زعل وبيبقى فيه خصام، دي حاجات طبيعيه جدا في اي بيت مصري، بس دايما هي بتيجي ممكن حته الحب والعشره والاولاد والحاجات الكتيره الحلوه دي بتبقى لا انا ما ينفعش ان انا مثلا في اي وضع او في اي ظرف. عشنا مع بعض ايام حلوه كتير وفي ايام عدت علينا، لازم ان انا اكون سند ليه. ربنا يبارك لكم وتفضلوا سند لبعض. وانت قلتي جمله مهمه جدا، هو الزواج موده ورحمه، هو شركه الكل بتشارك فيها وكل واحد فيها بيدي، وعلى قد ما يدي على قد ما هياخد، وربنا بيبارك اكيد في الجواز اللي زي كده. ده اكيد. يعني كل الشكر ليكي يا استاذه زينب عبد الله وجوزك طبعا استاذ هشام عبد اللطيف، وبنتمنى لكم يا رب مزيد من النجاح والسعاده.